بما ان الفيديو الوكالة جاب لي اعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب، فانا قررت ان انزل القاهرة تاني وانزل الوكالة واشتري حاجات جديدة، وكمان اشارككم بيها واقول لكم انا جبتها منين وازاي وبكام، وكمان اشتريت حاجات مختلفة، حاجات والله بجد يعني كل اللي يشوفها يقول لي ايه الحاجات الغريبة دي، بس غريبة حلوة مش غريبة وحشة. وهعلمكم كمان ان لازم مش لازم كل حاجة نجيبها تكون غالية، ممكن نجيب حاجة رخيصة بس هي اصلا شكلها غالي. يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة، معاكم سارة صبحي، ويلا بينا. زي ما قلت لكم في مقدمة الفيديو ان فيديوهات الوكالة هي كانت جايبه لي اعلى نسبة مشاهدة في على اليوتيوب، الحمد لله يعني ان هي عجبتكم والفكرة كانت حلوة. فانا نزلت تاني، لما نزلت القاهرة تاني نزلت تاني وجبت شوية حاجات تاني علشان اوريها لكم، فيلا بينا نبدأ بسرعة. اول حاجة معايا انا اشتريتها من الوكالة شنطة، تمام. انا اول مرة اشتري شنط من الوكالة، جبت الشنطة دي عجبتني جدا، هي جديدة خالص اهي بتتفتح، بتتفتح اهي سوستة كل حاجة، مرسوم عليها خريطة، يعني هي لونها بيج في بني ومرسوم عليها خريطة، تمام. كان في استيارات كتيرة من الحاجات دي بس انا اخترت البيج في بني. دي كانت بكام؟ يعني تخيلي كده مثلا دي بكام؟ دي كانت ب25 جنيه، تمام، ب25 جنيه، ودي طلع اصلا ترند جدا اللي هي تبقى صغيرة كده تحت كتفك على طول، دي ب25 جنيه. دي تاني شنطة معايا قماش كلها، اللي عجبني فيها انا لبستها، اللي عجبني فيها الرسم ده الشغل اليدوي ده عجبني قوي، هي متبطنة كده بسوستة، السوستة بتاعتها حلوة ومفيهاش حاجة. دي جواها علشان يعني مربوطة بحبل فيها جواها عشان احط فيها الكروت والفلوس ونشوف انا هحط ايه بقى. هي مشكلتها بس معايا ان هي السوستة بتفتح للاخر، تمام، هي ستايلها كده، فانا مش هفتح للاخر يعني بحاول بقدر المستطاع لما اكون خارجة مثلا مفتحهاش للاخر وتبقى كده السوستين بتقفلوا على بعض كده. وهي برضه عجباني قوي بصراحة اهي. دي بقى بكام؟ من نفس الراجل اشتريت منه الشنطة البيج دي، كانت ب45 جنيه، ماشي، ايديها حلوة اهي، بحبها قوي برضه، تمام. فانت لو روحتي هتلاقي شنط كتيرة قوي واشكال، يعني في ناس كتيرة قوي بتشتري شنط من الوكالة، يعني انا اول مرة اشتري شنط بس هي في شنط كتيرة في الوكالة، تمام. وبعد كده اشتريت الحزام ده، الحزام ده موجود جدا، موجود كتير على الاونلاين وهو موجود في الوكالة برضو، انا اشتريته ب50 جنيه اهو. بص هو انا ملبسوش لحد دلوقتي عشان هو في مشكلة عندي فيه ان هو واسع عليا، تمام، فقلت عادي يعني واسع هضيقه زي اي حزام، بس اكتشفت ان هو القطعة بتاعته منفصلة، يعني بصوا دي لو انا خلعتها ودي كمان هو كده بقى كده بس، وهي كلها خروم اساسا، يعني هضيق فيها ايه؟ ما مش هينفع تتضيق، خلاص جابت اخرها. فبصراحه مش عارفه ايه الحل، فلو حد عنده نفس المشكله دي يقول لي حلها ايه علشان البسه عشان هو عاجبني قوي، كنت عايزه البسه بقى على وسط على شميز واسع او اي حاجه بس ما ينفعش، حتى ما ينفعش حتى على بنطلون، هو انا مش رفيعه بس هو الحزام اعتقد ان هو كبير، معرفش بقى هو مقاسات ولا هو ايه نظامه بالظبط، بس هو كماتيريال حلوه قوي. بص حتى ليه التيكت وبتاع محترم، يعني ده كان ب50 جنيه برده من الوكاله. في ناس بتبقى واقفه بحزمه كده والله بيبيعوا حزمه حلوه قوي ونضارات كمان، دي ده كان ب50 جنيه زي ما قلت، تمام. هنيجي بقى للبس، تمام، انا وريتكم الشنط والحزمه، هوريكم بقى اللبس. بصوا انا جبت دي، ده عباره عن ايه بقى؟ عباره عن تيشيرت كله مخرم، كله مخرم، ممكن تلبسي تحتيه مثلا شميز ويبقى مخرم، او ممكن تلبسيه تحت الحاجه يبقى برضه يبان ان الكم مخرم، ممكن تلبسي لو انت مش محجبه اي حاجه قط او حمرات او بنص الكم عشان يبقى محترمين ويبقى مخرم برضه اهو، ومشت اهي، وكخامه حلو يعني الماتيريال بتاعته حلوه، وطلع مقاسي مقاس 2، ده مقاسي بالصدفه برضه، ده برضه كنت جايبني الاستندات اللي في الشارع من الوكاله. فين بقى الاستند ده؟ إيه الكوبري بتاع اللي هو الكوبري اللي بيبقى يعني شارع الوكالة اهو عند زكي السماك، في كوبري في وش
الشارع هيبقى اول ستاند وانت داخله على الشارع، يعني اول ستاند من ناحيه الكوبري وانت داخله على الشارع. انا جبت منه ده، تمام، ده ب 35 جنيه، هو سعره حلو قوي، ماشي، 35 جنيه. الجو ساقعة فانا بتدفى كوباية الشاي وكمان بشربها عشان ايه، تظبط لي دماغي وزوري. تمام، ده بقى هيكون، بصوا ده حكايته معايا حكاية. انا شارية اصلا بنطلون من اللي سوا كيكي قماش نفس الدرجة دي بالظبط ونفس القماش. البنطلون مركون عندي بقاله اكتر من شهر، انا مش عارفة البسه، مش عارفه البسه ليه، لاني مش لاقيه له حاجه تناسبه من فوق. يعني تمام، انا كده كده هلبس عليه جاكيت عشان هو يعني الماتيريال بتاعته خفيفه شويه، فلازم البس عليه جاكيت عشان ما يبينش جسمي. تمام، انا متفقه مع دي. البس بقى ايه تحت الجاكيت؟ مامتي قالت لي لازم تلبسي حاجه نفس اللون بالظبط، فانا قعدت اعارض معاها وبتاع، في الاخر خالص طلعت ده صح. يعني انا لو لبست اصلا هيكون اسود زي اللي انا لابسه ده، او لبست مثلا اي حاجه، البنطلون بتحس ان مستواه قل. يعني هو بنطلون عادي، فلبست كمان حاجه عاديه من فوق حسيت ان مستواه قل وباظ وما نزلتش بيه من ساعتها. انا بقالي جايباه اكتر من شهر اصلا. فالمهم قعدت ادور في المحلات كلها، في اللي سي وكيكي، في كل المحلات البراندات اللي انا بشتري منها ومن كل المحلات اللي في الشارع عارفاها برضو بشتري منها، ما لقيتش اي هيكول يكون قماشته صيفي شويه ونفس الدرجه بتاعتي نفس درجه البنطلون. لقيت كل الدرجات اللي هي البني الغامق شويه او التوبي وكده، تمام، غير كده بتبقى تقيله، لان هاي كول بيبقى تقيل. فالمهم انا ماشيه في الوكاله برضو وانا مروحه في نفس اليوم اللي اشتريت منه الشنط والحاجات دي، لقيت الهاي كول ده، ماشي، الهاي كول ده لقيته كان ب 60 جنيه اعتقد، او ب 60 جنيه على الستاند، 60 جنيه، اهو ماركت يو، ماشي. هضحكوا بقى على حاجة، انا جبته ب 60 جنيه، وبصوا فيه خطين من هنا اهو، ولونه نفس لون البنطلون بالظبط ومقاسي وكل حاجة تمام. يعني هو صغير سنة صغيرة بس هو مقاسي، ماشي. فيعني انا حمدت ربنا اصلا انا لقيته، يعني والله يعني ما لقيتهوش ما لقيتش الحاجة دي خالص في المحلات كلها، ولقيتها في الوكالة. تمام، هضحكوا بقى على حاجة عشان اعرفكم ان يعني ممكن تلاقي زيه. ايه بقى الدليل في كده؟ انا اول فيديو عملته للوكاله، لو انتوا دخلتوا عليه، انا عامل 3 فيديوهات للوكاله، خشوا على اليوتيوب بتاع القناه وهتلاقوا 3 فيديوهات. هتلاقوني كنت شاريه الهاي كول ده ب 25 جنيه، اي نعم الستاند، يعني ده نفس الستاند ده ب 60 وده ب 25، بس انا كنت محتاجه ده فجبته دفعت فيه الفلوس. لكن ده انا كنت جايباه كده وهو هو بالظبط، حتى بصوا نفس الماركه بالظبط، هو نفسه بالظبط بس لون مختلف. ده معناه ايه؟ معناه ان انت ممكن تروحي تلاقيه منه تاني ونفس الالوان او الوان تانية. انا بصوا نفس الخطين بالظبط ونفس كل حاجه، شايفين؟ وبرده قعدت اشكر فيه وبتاع وكان عاجبني قوي. سبحان الله لقيت نفس الماركه بالظبط اهو، بصوا زيه بالظبط، نفس القماشه ونفس اللون، فرق في الالوان بس. نفس الشكل ونفس القماش بس الفرق في الالوان بس اهو. بصوا يعني معنى كده ان انت ممكن تلاقي الحاجه ان انت بتدوري عليها وهتلاقيها تاني. يعني ممكن تلاقي انت مثلا جبتي تيشيرت، انا مثلا جبت التيشيرت ده رحت بعديها انا كنت رايحه في شهر 10، احنا شهر واحد، انا رحت في شهر واحد لقيت ده، لقيته نفسه هو بس لون مختلف عند راجل تاني. فممكن تلاقي اللي انت عايزاه، يعني ممكن لو انت عايزه من الاستايلات دي، من الاستايل هيكون اللي عاجبني ده والقماشه وكده، ان انت تلبسيها في الصيف او في الخريف فهتلاقيه. تمام، تمام، انا كده بكون خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو وعجبك فيديوهات عموما دوسي لايك، ولو انت لسه مشتركتش في القناه عايزه تشتركي اشتركي في القناه، واهلا بيكي، ويا رب يكون عجبك الفيديو، تابعيني الفيديو الجاي، يلا باي باي.